وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. مصطفى مزار والتفاصيل. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة 12 من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسؤولين. الجلسة تهدف لاستكشاف المسارات الخاصة بالتحرك الممكنة والتي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر. أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المنتدى الفكري هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة بريطانية خططها لدخل الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي في مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة. خلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال الاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة. كما تعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالي. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان الشقيق سجلت 1.4 مليار دولار خلال عام 22 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 21 بارتفاع قدر ب 18.7%. أشار الجهاز إلى أنه ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بارتفاع قدره 12.4%. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان إلى 509.4 مليون دولار مقابل 385.6 مليون دولار بارتفاع 32.1%. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 24% ليغلق عند مستوى 18629 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 1.9% ليصل ويسجل 3795 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان أو الأوسع نطاقا بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 5569 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق البترول العالمية، وفي هذه الأسواق صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأمريكي، مما حد من المعنويات المتشائمة إزاء احتمال أن يؤدي ذلك أي رفع جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب عليه. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل وتسجل 85.05 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.55% ليصل ويسجل 80.67 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 1.12% لتصل إلى 2.2
وستين من مئة للتر أو دولار للتر الواحد، هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% مسجلة 2.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يواجه الاقتصاد الصيني عددا من التحديات تحت وطأة سلسلة من البيانات الاقتصادية والمخيبة للأمل. تعاني بكين العديد من الصعوبات مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الكورونا بسبب ضعف إنفاق المستهلكين. بعد سنوات من النجاح الاقتصادي المزدهر لم يعد يمكن الاعتماد على الصين لإنقاذ بقية العالم من النمو الضعيف، وبات صناع السياسات حول العالم يستعدون بشكل كبير لتأثر اقتصادي سلبي محتمل ناتج عن تراجع واردات الصين بدءا من مواد البناء الخام حتى الإلكترونيات، وخفضت مجموعتا جولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما لتحركات الأسهم الصينية، فيما شرع مستثمرون حول العالم بالفعل في سحب 10 مليارات دولار من أسواق الأسهم الصينية، وهو سحب تمثل في أكبر عمليات بيع لأسهم أكبر الشركات الأكثر استقراراً في السوق الصينية. التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني بدأ ينعكس على الدول المجاورة، حيث سجلت اليابان أول انخفاض في الصادرات منذ أكثر من عامين في يوليو الماضي، وذلك بعد أن خفضت الصين وارداتها اليابانية من السيارات والرقائق، كما دفع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني رؤساء البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وتايلاند الأسبوع الماضي لتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في البلدين الجارتين للصين. وفي الجانب المقابل، ذكر تقرير بلومبرج أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان سبباً في هدوء أسعار النفط العالمية، كما أن تراجع أداء الصين الاقتصادي يعني تراجع أسعار البضائع التي يتم شحنها حول العالم، وهذا أمر مفيد لدول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي تعاني بالفعل من التضخم المرتفع، كما يمكن لدول أخرى مثل الهند الاستفادة من ضعف الاقتصاد الصيني عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها. جاب آلاف المتظاهرين بالسيارات والدراجات النارية شوارع المدن الرئيسية في كولومبيا رفضاً للزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. كشفت الحكومة الكولومبية أن دعم الوقود يكلف البلاد نحو 11 مليار دولار سنوياً، وهو ما يجعلها مضطربة ومضطرة لرفع الدعم لسداد الديون المستحقة لشركة النفط الوطنية التي تنتج معظم الوقود في البلاد، ولإتاحة المزيد من الأموال للبرامج الاجتماعية. يذكر أن أسعار الوقود ارتفعت في كولومبيا ب 2.5 دولار أمريكي للجالون في أغسطس العام الماضي، أما الآن وصلت إلى 3.4 دولار أمريكي حاليا مع قيام الحكومة الكولومبية بتخفيض إعانات الدعم الشهرية. ليلى عمر ومحمد عبد الله، نعود لهم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار. شكرا لك مصطفى.